يا اغلى هديه حضر روحك باهي اوكي الله يبارك توت سويت لافيون روز الكليماتيزور بارد شوي كان نجمو نسكروا الكليماتيزور لطف عليك عماد بيان سور جا فوق منه هاي باهي خويا الفقره هذه فقره شخصيه قبل ما نرجع معاك للبدايات وكل نحن نحضروا في الحلقه لقينا اللي عماد المنيوي من اللاعبين اللي استبيختوا بحاجات يستبخت كما شنو كما مثلا سبيدري سيزون كامله تحب تحافظ عليه سبيدري كي تضيع بيه مثلا كره مهمه صحيح. تعطيه بعد بالضبط صحيح صحيح بربشت بالباهي مش معناه حتى لوين سبيدريات عندي سبيدري الروز مثلا ضيعت به كره عطيته بالوقت ديريكت من غدوه تبعث ديريكت لصاحبي ديجا عبد المنعم في جبس اي فهمت مش صبخت وقتها تغششت برشا معناتها خاطر كانت كره سهله برشا في الديربي وكانت فيراج خايب وقت بالحق معناتها اثنين بليش من بعده في الماتش اثنين بليش بعدها جات كارتون روج ميكاري وبعدها داروا علينا اثنين بليش رجعتوا ديريكت اول لبسه وبعد الناحية اول لبسه ومشي لا مانبا ما شدش معايا 90 دقيقة والاخر اما باش تماركي واحد لا معناتها ما عندي صابات فافوريزية معناتها خاطر نايك كل شيء ابيض وباقيها ابيض فهمت سيزون كاملة يقعد هذاك سيزون كامل تكور بيه معناته كل ماتش وقت مش كل ماتش وقت هكا هو مش سبخت اما يركح لك في سق بالباهي معناتها تبدا مريقل على الاخر وتحس روحك مرتاح وكا تحس روحك مرتاح اما تستبخت بيه زاد اذا اصحابك اللي يعرفوك به اهم هدف في مسيرتك احسن بونت وتتفكروا تو والله احسن بونت نتذكروا كان لي انا هو احسن بونت وشلف ممكن العباد يقولوا فيش تحكي انت ولا حاجه خاطر كان هكا الديكليك متاعي في النادي الافريقي معناتها في جمعية الاخرى تو كنت ما نبقاش المارس باش نماركي ولا معناتها اوتوماتيكمون ندخل في السيزون الدوزيام تروازيام ماتش تلقى ثنية الشبكة الماركي في الكليوب بطيت برشا وقتها في مارس جيبونس كونتر شلف وقت اللي قرصها بالجارديان كان هكا اول بونت وقتها من غادي تحلت الشبكة وكا هذاك ممكن احسن بونت عندي يعني في هدف في الدربي اي زاد 2015 ساهم برشا في البطوله استنيت باش نقول لك الديربي لا باش نحكيوا عليه طبعا من الاهداف المهمه كان بالحق معناتها كان ماتش كاسح برشا كانت زوج جمعيات وقتها احنا بالعكس هم فافوريزي علينا معناتها احنا لازمنا كان نربحوا باش نهز الشامبيون تصور ليلتها ليله الفيديو ماتش معناتها الناس هابله صابر طرابلسي معناتها صابر خليفه معناتها صابر خليفه اي والبوال عنده معناتها والكاريير وكل شيء وتشوفوا معناها تشوفوا مش خوف اما مسؤوليه كبيره أي. معناتها ستريس ضغط ستريس ضغط معناها حتى باش تتعشى لازم ولا تعمل بتديجك لازم ما تنجمش فهمت والحمد لله نهارتها هبطنا موتيفي على الاخر وصلنا الكاج وعملناهم الكل كل عملناه به اكثر ما ضيعت فيه فرص تتفكروا والله انا راني ما نضيعش برشا في الدزويت معناتها حتى تو كي تسال معناها لي زون تورنر اللي تعديت عليهم يقول لك عماد راهو يهنيني معناها الكره لو اللي ضيعت ثاني في الدزويت ما راتيش برشا ما عنديش ماتش وقت ممكن شي ماتش الوحيد وقتها كونتر مولديت دزاير في بالي وقتها ربحنا واحد بلاش لانه وصابت برشا مطر وقتها وقتها جاتني دول تروز اوكازيون ثلاثه فرص واضحين غادي وقتها ضيعت الكره معناتها به عماد المنياوي يرجع للمتلوي في مباراه ضد النادي الافريقي في المنزه شنو يصير الجمهور يغني باسم عماد هاك الحب نحكي لك عليه راه معناتها راهو بون تو كي نحكيوا على الكلوب افريكان عماد راهو بارمي معناها دي سونتين معناتها تاع الجوارات معناها باش توصل تخلي معناها النيميرو معناتها بارمي لي جوارات دوك الكل سي با فاسيل ممكن حبيت انا جمعيتي ونحب جمعيتي والجمهور رجع لي ريسبروك هذاك اللي خلاني معناتها انا ديجا ما صنيتهاش راه نوريك الفيديو وريني خلينا نشوفوه الفيديو مع بعضنا نتاع الماتش هذايا يرجع عماد المنياوي للمتلوي هوني في المنزه ضد النادي الافريقي نسمعوا مع بعضنا مكيلو.